السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي مرحبا بكم في درس جديد على مدونة المحترف. سعيد بلقياكم حول هذا الموضوع وهو الربح انطلاقا من صفحة الفيسبوك وكيف تشتري صفحة على الفيسبوك. قد يعتقد الكثير من الإخوة والأخوات أن المسألة هي بسيطة، يعني شراء صفحة أدفع المال وأحصد صفحة. لا، هناك الكثير من الأمور التي يجب عليك صديقي أن تنتبه إليها، وهذه النقاط سأشير إليها حتى تكون تجربتك تجربة ناجحة في شراء صفحة على الفيسبوك. أي نعم، يمكنك يا صديقي أن تستفيد وتربح من شراء صفحات على الفيسبوك، وإما إعادة بيعها أو استغلالها في الربح اليومي انطلاقا من مواقع الفيرال كما سبق لي وشرحت في الدرس السابق، حيث قلنا على أن أهم خطوة من خطوات الفيرال أن نتوفر على صفحة على الفيسبوك. لهذا أدعوك صديقي أن ترجع معي إلى هذا الدرس لأنه مهم، والحمد لله يعني انطلاقا من البث المباشر الذي أقوم به من الاثنين إلى الخميس أجد أن هناك الكثير من الأخوة سعيدون بأنهم أصبحوا يحققون بعض المبالغ المالية، وهذا أمر مفرح جدا. فأدعوك أن ترجع إلى هذه الحلقة وتشاهدها، حيث ستجد أنك من الضروري سترجع إلى هذه الحلقة لكي تفهم موضوع شراء صفحات على الفيسبوك. على العموم أذكر دائما الإخوة رجاء لا تبخلوا علي بتشجيعاتكم عن طريق النقر على الزر لايك، وكذا كنت مهتم انقر على الزر لايك لكي دائما أعطيك مواضيع تكون قريبة جدا منك. ونعود إلى موضوع اليوم حول شراء صفحة على الفيسبوك. إذن شراء صفحة على الفيسبوك يجب أولا أن تطرح هذا السؤال المهم، هل ستكون النيش هي عامة أو خاصة؟ يعني هل استهداف الجمهور سيكون جمهور عام أو جمهور خاص؟ ما أقصد به أنه مثلا إذا كان الموقع الذي قررت أن تبنيه أو تقوم بإنشائه هو موقع خاص بالفيرال، بالمواضيع الجذابة، بالمواضيع التي تثير اهتمام الناس، مثلا كشاهد هذه البقرة برأسين أو مثل هذا الموضوع، فهنا لن تحتاج إلى صفحة خاصة، لن تحتاج إلى صفحة متخصصة. يعني النيش يمكن أن يكون عام، يعني الصفحة ستكون عامة، الناس من جميع الفئات العمرية، وهكذا هذه الصفحة صديقي ستكون أرخص، يعني عند شرائها ستكون رخيصة، يعني مقارنة مع صفحة مستهدفة أكثر، يعني الفئة العمرية أو الاهتمام هو مستهدف. وهنا عندما تكون النيش أو تستهدف نيش معينة، كمثلا إذا كنت يعني فكرتك أن تنشئ موقع خاص بالطبخ أو الجمال أو التجميل، وأنت تعرف أن يعني الإناث ليس لهم دراية بمجال الربح من الانترنت، لا يعرفون جوجل ادسنس او الربح من يعني عندما ستبني هذا الموقع ستستهدف به الإناث ستربح، لان الإناث ليس لهم دراية بهذه الامور، يعني الكونفيرت ريت ستكون مرتفعة، أليس جميل؟ نعم. اذا عندما ستختار فئة يعني ستستهدف نيش الإناث، فهنا هذه الصفحة ستكون نوعا ما باهظة الثمن مقارنة مع الصفحة العامة، يعني سيكون هناك اختلاف في الثمن. فهنا يجب أن نحدد أولا يعني ليش يعني تشتري صفحة باهظة لأنك تستهدف نيش عامة، وتشتري صفحة باهظة لأنها يعني تستهدف نيش خاصة، يعني هذه مضيعة للمال. أوكي، جميل، هذا أولا في الاستهداف. نقطة ثانية وهي يجب أن تبحث فيما إذا كان هؤلاء المعجبين بهذه الصفحة، يعني 100,000 أو 200,000، يعني على حسب ميزانيتك، يعني هل هم معجبين حقيقيين أو وهميين؟ لأن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتكبير الصفحات أو إنشاء صفحات وبيعها لأنه كذلك هو بزنس قائم بذاته، يعني هؤلاء الناس هم يستفيدون أو يقومون بإنشاء صفحات وتكبيرها في بعض الأحيان بطرق غير قانونية، يعني أنت مثلا تبحث عن متابعين عرب وهم عندهم صفحات فلبينيين، يعني عندما ستنشر موضوع لن يلقى تفاعل، يعني هؤلاء المتابعين وهميين، وبالتالي فأنت لن تستفيد من هذه النقطة، أليس كذلك؟ فلهذا يجب دائما أن تتأكد. كيف أتأكد؟ عندما تدخل مع البائع في حديث حول هذه الصفحة تقول له مثلا المرجو أن تنشر لي هذا المنشور، يعني صورة مضحكة ليس لها أي علاقة مع البزنس الخاص بك، يعني فقط لكي تعمل سبليت تيستين أو تقوم بتجربة، فينشر هذا الشخص في صفحته وتشاهد التفاعل. لا يعقل أن تكون صفحة بها 100,000 والتفاعل هو
في ساعة 3 أشخاص قاموا بالنقر على زر لايك. هذا يعني أن هذه الصفحة هي فاشلة، يعني صفحة وهمية. فبالتالي كلما كانت الصفحة حقيقية كلما كان ذلك الثمن يعني نوعا ما مرتفع، وهي ليس مرتفع ولكن معقول. أوكي، حتى لا ينصب عليك تشتري صفحة 100,000 وفي الأخير تجد أن الصفحة معجبها وهمية، ستجد هنا أنك في النهاية لم تستثمر بشكل جيد أو استثمارك كان فاشلا. سنعود إلى نقطة ثالثة وهي تحديد الثمن. في تحديد الثمن يجب أن يكون هامش الربح معقول. مثلا يعني طبيعة الحال سأعود مرة أخرى وأذكر أنه أن تنشئ صفحة وتكبرها عن طريق الحملات الإعلانية الممولة سيكون بالنسبة إليك أرخص من شراء صفحة، أرخص، ولكن ما تربحه في شراء صفحة هو الوقت. يعني عوض أن تنتظر مدة طويلة يمكن أن تشتري صفحة منذ اليوم وتبدأ العمل. أما عندما تكبر صفحة بميزانيتك فالأمر سيأخذ وقت، ولكن المسألة التي يعني الإيجابي فيها هو أنك يعني تستفيد من أنك متأكد من أن المعجبين حقيقيين ولا تخشى أن ينصب عليك، وكذلك تكبر هذه الصفحة حسب ميزانيتك، ميزانيتك $50 أو $100 أو $300. فبالتالي هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بإنشاء صفحات وتكبيرها وبيعها هم كذلك يعني يكون هناك هامش الربح. يجب أن يكون هامش الربح معقول، مثلا $200 $300 $400 على حسب كل صفحة. هذا يمكن أن يكون هامش ربح معقول، لأن هؤلاء الأشخاص الذين يبيعون صفحات حقيقية بمعجبين حقيقيين يقومون بحملات إعلانية يستثمرون من جيبهم. أوكي، فيجب أن يكون هامش الربح معقول. كذلك أن عندما تود شراء الصفحة يجب أن تتأكد أنها لا تتضمن يعني أو يعني الشخص يجب أن يعطيك حساب الأونر، يعني أن تجد مثلا صفحة فيها 3 أدمين أو 4 أدمين ويعطيك رابط أدمين واحد أو باسورد أدمين واحد تدخل إلى الحساب الأدمين وبعد ذلك يتم النصب عليك أو حذفك. هذا الأمر يجب أن تنتبه إليه. أو تكون هذه الصفحة تتضمن أدمين سري، يعني الأدمين لا يظهر لك وعندما تدخل يعني يتم حذفك. يجب أن تتأكد من هذه الأمور، لأن في حالة إذا عدم تأكدك هذه حالات تقع، يعني يشتري الصفحة بعد ذلك يتم حذفه منها، بعد يوم أو يومين يتم حذفه منها ويتم النصب على الشخص. كذلك الطريقة أو أخيرا هذه نقطة أخرى وهو أنه التبادل، يعني شراء الصفحة يجب أن يكون في مكان عام. يعني حاول أن تبحث عن شخص يسكن في نفس البلد أو في نفس المدينة تجلس معه في مقهى، لأنه في بعض الأحيان هناك بعض الأشخاص قد ترسل له المال ولا يمدك بالصفحة. هذه قصص واقعية، لهذا من الأفضل دائما ليس مشكلة أن تصرف من جيبك 100 درهم أو 200 درهم، يعني تقريبا $10 $20 لكي تتنقل إلى مدينة ذلك الشخص وتجلس معه في على الطاولة ويتم التبادل يعني وجها لوجه، ند لند. أوكي، لأنه غير ذلك قد تجد نفسك في مشكلة أنه قد ترسل له المال ولا يعطيك الصفحة ولا يعطيك الباسورد. فهذه نوعا ما هي النقاط التي يجب عليكم إخواني الانتباه إليها عند شراء أي صفحة على الفيسبوك. غير ذلك إذا كانت أي نقطة لم تفهمها أو شيء من هذا القبيل سأكون سعيد جدا أن تطرح لي أسئلتك في التعليقات أو على رابط البث المباشر www.teshipprofessional.com/live، حيث أتواجد من الاثنين الخميس لإجابة على أسئلتك التقنية. إلى فيديو قادم بإذن الله، لا تبخل علينا بالنقر على زر لايك، سبسكرايب على القناة وانضمام إلى أزيد من 2 مليون متابع، وكذلك على صفحتي الاجتماعية التي تظهر على الشاشة. دمتم متألق.